يعتبر العرض اللي قدمناه اليوم هو الحدث الأول من نوعه بتقنية الواقع المعزز في الملاعب السعودية، وتم بثه بشكل مباشر. قدم اللوجو الجديد أو شعار دوري روشن السعودي الجديد المستلهم من شعار شركة روشن بطريقة جذابة للجماهير. روشن كمطور عقاري يقدم جودة حياة أعلى من خلال التجارب السكنية في مجتمعاتها، وهذا اللي حابين نعكسه على الدوري السعودي. مثل هذا العرض وعروض أخرى بإذن الله في المستقبل القريب، جميعها حتثري تجربة المشجع سواء حاضر في الملعب أو حتى خلف الشاشات.